أولا أرى أن كل الجرائم مع هذه الحرب البشعة والقاسية التي تشهدها مدينة غزة وفلسطين اليوم ستكون سببا خلال الفترة القادمة في حصول مفاجأة كبيرة وصادمة تهز وتزلزل صفوف العدو الإسرائيلي وأركان قيادته العسكرية والحكومية، وتجعل المشهد القادم من غزة يختلف كثيرا عن الصورة السوداء التي نراها في غزة بسبب هذه الحرب المدمرة. وسنرى بعدها المزيد من البطولات والتضحيات والأعمال العسكرية التي سترسم مشهد الانتصار على الظلم الذي أراه آت لا محالة في هذه الحرب الطويلة وعلى كل الأصعدة نشان السياسية والدولية والفلسطينية. وأرى أن العنوان القادم في فلسطين هو عنوان تحرير البشر والحجر من كل أعمال وأساليب الاحتلال الإسرائيلي، وهو عنوان سيبدأ من غزة إلى الضفة وصولا إلى المسجد الأقصى ومرورا بمدينة القدس التي سنرى فيها المسلم والمسيحي للمرة المية الأولى جنبا إلى جنب بعيدا عن الإذلال والاحتلال. وسوف يعود حق تقرير المصير الفلسطيني إلى يد الفلسطينيين من خلال الحق الكامل بدون بدولة مستقلة يسترجعون من خلالها جميع الحقوق المسلوبة التي فقدوها منذ سنوات طويلة بإذن الله. بس هون ما في تحديد للوقت. رح أقول لك. كما أرى أن حركة حماس باقية في مدينة غزة مهما بلغت التضحيات، أرى حالة من الرعب والخوف في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي سيواجه في حربه على غزة نوع من الكائنات التي لم يراها ولم يعرفها من قبل، وخاصة في بعض أنفاق غزة الصامدة، مما سيجعل غزة رغم كل هذا القتل والخراب والدمار تنتصر وتنتصر وتنتصر. عفوا ليلى، شو يعني نوع من الكائنات؟ ما بعرف. يعني عم تقولي انه بيتواجهوا مع نوع من الكائنات في الانفاق؟ الاسلحه اللي ما بتخطر على بالهم، نوع من الاسلحه، ممكن نوع من الاسلحه، كائنات غريبه نوع من الاسلحه ممكن. وترتفع اصوات مساجدها عاليا في السماء وتحتضن ارواح كل الشهداء الابرياء الذين كانوا اول من دفع الثمن لهذا الانتصار القادم. الوسائل الاعلاميه والفضائيات العالمية سوف تبث مشاهد نرى من خلالها حزام ناري يلف الداخل العدو الإسرائيلي، وحركة حماس سوف تتبنى المسؤولية عن هذا الحدث المفاجئ والكبير. ومن مدينة غزة إلى الضفة الغربية أرى مشهدا جديدا نشان يؤدي إلى حصول انتفاضة شاملة وقوية تصيب القيادة الإسرائيلية بالذهول وتجعل قوات العدو الإسرائيلي في حالة إرباك شديدة وكبيرة أمام هذا التطور والمشهد الجديد الذي يحمل علامات الخطر على كافة أحياء ومدن الضفة الغربية التي لن تخاف ولن تركع لأي تهديد أو قصف أو قتل. أرى أن حصار غزة والمستشفيات مع ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني سوف يؤدي إلى تفجير غضب شعبي عارم وغير مسبوق في أكثر من دولة عربية وأجنبية، ويجعل أمريكا تواجه موجة عالية من الإرباك بسبب الانتقادات الواسعة والهجوم المباشر على سياسات الإدارة الأمريكية الحالية. ولا أستبعد أن يؤدي هذا الغضب لا أكثر، بعد هنشوف أكثر، أن يؤدي هذا الغضب الشعبي العالمي إلى إجبار أمريكا وإسرائيل على وقف إطلاق النار، وربما إلى قرار أكبر يؤدي إلى وقف هذه الحرب. وكل ذلك لأنني أرى أن هذه الحرب وهذا الحصار لن يؤثر على معنويات وكرامة هذا الشعب الباسل، ولن يؤدي إلى أي تنازلات أو مساومة على الحقوق وخاصة من المقاومة، بل على العكس تماما. ولذلك أرى وأقول انتظروا المفاجأة القادمة من مدينة غزة وخلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. لحظة، الأيام أو الأسابيع المقبلة؟ نعم. فما أراه يحصل يجعلني أقول أن جيش العدو لن يستطيع احتلال مدينة غزة. جيش العدو لن يستطيع احتلال مدينة غزة. نعم، مهما تقدم فيها ولن يستطيع السيطرة عليها بشكل كامل مهما دمر أو قتل من شعبها. أما في ملف الأسرى
الإسرائيليين والرهائن الأجانب، أرى أن الوساطة القطرية بشكل خاص سوف تتقدم كثيرا في هذا الملف، وستنجح دولة قطر مع إيران في إتمام صفقة تبادل ناجحة سنرى من خلالها السجون الإسرائيلية شبه خالية من الأسرى والمعتقلين وخاصة من النساء والفتيات. يعني وبالإضافة تحرير الأسرى الموجودين داخل السجون الإسرائيلية، وتقولين أنه قطر تبادر في هذا الملف وستنجح وتنجح في إطلاق سراح الرهائن، بالإضافة إلى جميع الأشخاص التي تم اعتقالهم نشان في الضفة الغربية خلال فترة الحرب على غزة. وفي النهاية ستنجح قطر وحماس وإيران في صفقة تبييض السجون الإسرائيلية ليعود كل الأسرى إلى ديارهم بإذن الله. إن شاء الله. السؤال الكبير الذي السؤال الكبير الذي سيطرح نفسه نشان ويشغل الرأي العام وخاصة بين الفلسطينيين بيتعلق بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أراه بعيدا عن منصبه وعن الواجهة السياسية خلال المرحلة المقبلة أو المراحل المقبلة، وصحت الرئيس عباس للأسف على المحك وأراه داخل أحد المستشفيات. نعم. يعني الرئيس أبو مازن بتشوفي ومن خلال مصاب بوعكة صحية، ومن خلال رؤيتي لكل الأحداث والتطورات القادمة على حرب غزة أقول إن فلسطين ستكون واحدة موحدة بعيدا عن كل الخلافات والانقسامات، وخاصة بين الأخوة في حركة حماس وحركة فتح وبين القيادة السياسية لحركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة ومصر وقطر والسعودية في قلب هذا الحدث. ومع بداية ملامح انتهاء هذه الحرب بإذن الله أرى المشهد الفلسطيني الجديد يقول غزة مدينة للفلسطينيين وستبقى، وحركة حماس والفصائل والمقاومة الفلسطينية كانت وستبقى، ولا تهجير دائم ولا توطين ولا وطن بديل عن فلسطين وتراب فلسطين. بس ليلى تهجير مؤقت يعني بياخذون على مصر او على الاردن مثل ما لا عم بقول ولا تهجير ولا ما في بل دوله فلسطينيه برعايه عربيه ودوليه ولكن ذات سياده كامله الى حين موعد اتمام تسويه حل الدولتين بالكامل. يعني بنشوف حل الدولتين بالكامل، ومن رحم المعاناه والموت والدمار أخاطب أرواح الشهداء الأبرار وأرواح الذين ما زالوا نشان تحت الأنقاض، أخاطب الجرحى واليتامى والأرامل والمنكوبين الأحياء في مدينة الموت، وأقول لهم بأن كل هذه التضحيات الغالية والكبيرة وكل هذه المعاناة والخسائر والألام إن دماءكم وتضحياتكم لن تذهب هدرا، فهذه الدماء والتضحيات والشهداء سوف تنقل فلسطين ومعها مدينة غزة من مشاهد الدمار والموت والحصار إلى مشاهد الحرية والانتصار بإذن الله. لكن عم بتقولي حل الدولتين هيدا هو التوقع. صحيح. نعم. والانتصار. وما في تهجير. والانتصار أهم شيء. والانتصار. لا على مصر ولا على الأردن. مين ما إجا على غزة ومين ما راح غزة باقي بإذن الله. عندك توقع عن حول معبر رفح لأنه قلتي لي. إيه بعد ما وصلنا. بعد ما وصلنا له. نعم. سمحت السيد حسن نصر الله ليك قلتي لي غزة باقية، حماس باقية بغزة؟ اللي قلته أنا هلا نسيت بس اللي قلته أكيد ما غزة مين فيها حماس ومن إخواننا الفلسطينيين وحماس. نعم لو على جثتهم منهم ظاهرين من غزة. أوكي.